كل واحد منا مشاهدينا عنده منطقة معينة بجسمه فيها شوية شحوم زايدة حابين نتخلص منها، ومع التطور اللي عم بيصير اليوم بعالم طب التجميل كل يوم عم بيتقدم لنا وسائل جديدة، تقنيات جديدة أو حتى عمليات جديدة لحل هالمشكلة، ولكن معظمها ما بتقدم لنا النتيجة المطلوبة. اليوم رح نتعرف سوا على جهاز جديد بيوعد بنتيجة سريعة وآمنة، وكل التفاصيل مع ضيفنا. برحب بالدكتور داني توما. صباح الخير دكتور. هاي رولاكي، كيفك اليوم؟ حضرتك اختصاصي امراض وجراحه جلديه، وانت ضيف دائم وعزيز ببرنامجنا. اليوم بدنا نحكي عن جهاز جديد اسمه زلتيك، بيوعد بنتائج كثير مهمه واف دي اي ابروفد. رح نشرح للمشاهدين شو يعني هالشيء، ولكن قبل بدنا نحكي عن الوسائل المستعمله اليوم لازاله الشحوم الزايده اللي يمكن عم يصير شويه لغط حولها. بعرف في بعض التقنيات منعت بالدول الاوروبيه، شو صار لغيت اليوم بهالموضوع؟ مثل ما قلتي رولا، في كثير تقنيات عم تستعمل، كثير تقنيات عم نعمل لها دعايات بس بدون اي نتائج او حتى في مخاطر معينه. يلي صار باوروبا انه طلع منع شامل لكل هالتقنيات. الدراسات يلي او التقرير يلي بنى عليها المنع يلي صار في تراجع عنه بعدين، لانه كان منع شامل ومنعوا كل شيء بذات الوقت بدون ما يكون في معطيات حدث هالمنع لكل الاشياء. كان في منع للميزوثيرابي، لانه الميزوثيرابي وهذا الشيء نحن بنعرفه فيه مخاطر من التهابات جرثوميه، اوقات بيصير في تجلط تحت الجلد، اما نزيف تحت الجلد. الميزوثيرابي لا تذويب الدهن بالبلاد اللي انتجتها منع، وهذا الشيء كمان نحن بلبنان بنحبس عنه كجمعيه اطباء الجلد. الشغلة الثانية اللي ترك لها التقرير هو الليزر. نعم. الليزر طبعا بده مهارة وبده تخصص، والليزر استعماله باللايبوسكشن او بشق الدهون ممكن يشكل خطورة اذا ما استعمل بشكل مضبوط. صار في كم حالة مشاكل من الليزر، وكمان صار في قرار بمنعه. هالقرار صار في توقيف، هون عم نحكي قرار بالدول الاوروبيه وتحديدا فرنسا. بس بفرنسا. وفي كمان شو ملت معهم هو اجهزه تجريب الدهون، يلي هي الاجهزه يلي ما قبل 2010 اجهزه صارت شوي قديمه وبطل في كثير لها استعمال، بس هيدي الاجهزه فينا نقول يمكن ظلمت لانه ما تبين في اي مشكله منهم اكثر من شويه احمرار او انه يكون في يمكن ألسر صغير. مثل ما قلنا هالقرار صار في تراجع عنه، بس هالمشكله اللي انطرحت مشكله كثير مهمه، ونحن بلبنان كثير بنعاني منها لانه في كثير تجاوزات باستعمال هالعلاجات. نعم، طب بدنا نحكي عن الاسباب اللي خلت فرنسا تمنع هالتقنيات، وشو الوضع عندنا بلبنان، ولكن ما بدنا ناخذ وقفه للحظه. جعجع هذا الاثنين التاسع والنصف مباشرة على الان تي في. رجعنا مشاهدينا بحديثنا بفقرة كلينيك مع ضيفنا الدكتور داني توما، اختصاصي امراض وجراحة جلدية. موضوعنا اليوم هو جهاز جديد لازالة الشحوم الزايدة بالجسم اسمه زلتيك. قبل ما نحكي عنه بالتفصيل كنا عم نحكي عن وضعنا بلبنان بالنسبة للتقنيات اللي منعت بفرنسا، ولكن اجوا تراجعوا عن هالقرار، شو السبب؟ تراجعوا عنه لانه القرار بفرنسا شمل كثير اشياء ما كان لازم يشملها. القرار بالنسبة للميزوثيرابي والكاربوكسي ثيرابي كثير صواب لأنه بشكله خطورة، أوقات بيستعملوا لتذويب الذهوب أو ما فيهم نتيجة. القرار بالنسبة للليزر كان ظالم للليزر لأنه الليزر أكيد فيه مشاكل إذا ما كان فيه استعمال صحيح له، عم نحكي الليزر لشفط الذهوب. القرار بالنسبة للأجهزة كان كمان كثير ظالم، وهذا السبب الأساسي يمكن حتى صار في توقيف لهالقرار لأنه ما تبين في أي مشاكل جدية بهالعلاج. المشكلة اللي عم قلك إياها رولا هي بالتجاوزات اللي عم يصير بلبنان، يعني مش بس هالعلاجات
هي دقيقة وممكن تشكل خطورة. بلبنان هالعلاجات أغلبها عم تكون استعمالها من قبل غير الاختصاصيين وغير الأطباء، وهون المشكلة عم تكون عم تتضاعف وتكون أكثر. المشكلة مش بالتقنية بحد ذاتها، طبعا كل علاج عم بيقوم بهالعملية كتقنية، يعني صار واضح إنه الميزوثيرابي منا آمنة لتدريب الدهون، هيدا شغلة محلولة. بس الأسوأ من هيك إنه مش بس منا آمنة، بس كمان عم يكون استعمالها من غير الأطباء يلي هو عم يزيد خطورتها، عم يزيد من المشاكل تبعيتها. بالنسبة للليزر ما في واحد يجي يقول نحن عم نمنعه، لأنه الليزر خاصة الليزر وقت عم ياخذوا الـ FDA approval، يعني هيئة الصحة بأمريكا بتعمل دراسات كثير مهمة وكثير طويلة حتى تقول إنه هالليزر مسموح أما مش مسموح. بس الليزر مثل كأنه عم تقولي فراري، تجي بتسلم الفراري لولد عمره 12 سنة بيفوت بالحيط بكسرها، بس سلميها لبايلوت بيعرف يسوق ومرن بيعطيك نتيجة كثير منيحة. ما تجي بتمنع الفراري، تجي بتنظمي سوائق الفراري، مين بيسوقها. سو هيدي المشكلة اللي عنا إياها كثير نحن بلبنان. اليوم بدنا نحكي بالتفصيل دكتور توما عن جهاز جديد اسمه زلتيك وموجود حصريا عندك بالكلينيك حاليا، موجود بكثير محلات. خبرنا عنه، شو الفرق بينه وبين هالتقنيات اللي ذكرناها؟ هي تقنيه جديده، وهي تقنيه باي ذا واي ما كانت مشموله ولا حتى مدروسه بهالتقرير اللي طلع بفرنسا. الفكره كثير سهله، اذا عندك شقفه لحمه فيها دهن وبتحطيها بالبراد فتره طويله بتلاقي انه الدهن داب مع الوقت اختفى، بتبقى اللحمه لوحدها. ريت على يعني المشاهدة إذا بديك، صار في دراسات إنه إذا حطينا إذا ثلجنا الدهن، الدهن بيدوب. إذا بنشوف أول سلايد هون، طبعا هالعلاج منه مناسب للناس اللي عندهم دهون كثيرة يلي ناقصين أوفر ويت. هيدا العلاج لنفس الناس يلي هن كانديدتس أو يعني بيناسبهم الشخص الدهون المحددة، يعني عندهم منطقة معينة فيها شوية دهون زايدة. طبعا فينا نرجع على السلايد، يعني الناس اللي عندهم منطقة محددة خاصة هالمنطقة يلي ما عم تروح معهم بالرجيم وبالاكسرسايز، يعني مثل ما شايفين بصورة الشمال لازم نكون قادرين نمسكها هالمنطقة. عادة بأسفل البطن أو كل البطن أو مناطق الجناب أو حتى الصدر عند الرجال، الإيدين عند النساء، هول المناطق كلهم يعني عادة مناطق مشكلة، مناطق اللي هن عادة بيتعالجوا باللايفوسكشن أو بشفط الدهون. هلا صار فينا نعالجهم بهالجهاز. جهاز شو مثل ما شايفين على اليمين، إذا بنرجع لهديك الصورة، جهاز مثل الأبليكيتر يلي بياخذ هالبلج بيشده شوي بيسحبه جوات هالأبليكيتر وبيبرده. نحن اللي عم نعمله بس إنه نبرد يعني لفترة ساعة. في سكشن؟ ما في سكشن، ما في شيء عم يشفط الدهون، بس عم يعمل سكشن للجلد والدهن، بفوتوا بهالكومبارتمنت وبيبردوا. هالتبريد إذا بنشوف السلايد الثاني بيأثر على خلايا الدهون بشكل سبيسيفيك، يعني بس خلايا الدهون عم تتأثر من التبريد. يعني بالليزر مثلا بيفوت يعني ممكن الليزر يأثر غير أشياء إذا ما كان في حسن استعمال له. أوكي؟ بهالتقنية التأثير على الخلايا عم بيكون بس على خلايا الدهون. خلايا الدهون تقريبا 20-30% منهم حسب أوقات أكثر من كميتهم بيموتوا مع الوقت بشكل كثير بطيء، وهالدهون اللي عم تطلع منهم عم يمتصها الجسم بشكل كثير بطيء، وفي كثير دراسات بتبين هالشيء. يعني كثير أوقات شوف زملاء العيلة بيقول ما بنعرف هالدهون شو عم بيصير فيهم، مع هالجهاز في كثير دراسات بتقول انه الدهون عم يمتصها عشان بشكل كثير بطيء وبشكل ما عم بيأثر ابدا على الجسم. يعني نعمل دراسات على التريجليسيريد والكوليسترول باول يوم، اول جمعه، اول شهر، بكل هالمراحل، وعلى وظيفه الكبد بكل هالمراحل ما كان في اي مشكله. من بعد استعمال طبعا هالزلتيك تدريب الفايبلسيرايد بالجسم ما تاثرت، بس اهم شيء انه ما طلعت. هو الخوف انه اذا يعني في يعني اوقات في اطباء بخافوا انه طب اذا عم تتذوب هالدهون وين عم تروح هالدهون؟ بتبين بالدراسات انه هالدهون عم يمتصها الجسم بشكل كثير بطيء بشكل كثير امن، ما عم تاثر على وظائف الجسم. ويلي بيصير بهالعلاج انه العلاج بالاجمال ما فيه اي وجع، بياخذ ساعه لكل منطقه، الشخص بيرجع بيطلع بروح بيساوي حياته عادي مع الرياضه مع التشميس او اي شيء، ومع الوقت هالدهون عم تدوب على فتره شهر او شهرين او حتى 4 اشهر. هلا يمكن بنشوف شويه صور
يعني لنشوف النتائج. في نتائج لاكوسكشن ولكن بنشوف هون مثلا اسفل البطن. نعم. طبعا يعني ما لنا نتيجه مثل 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 الجراحه، طبعا بالجراحه ممكن او بالشفط ممكن يكون نتيجه اكثر من هيك، بس هون عم نحكي تقريبا تقريبا نتيجه مثل مثل الشفط بس بدون شفط، بس جلسه ساعه بالكلينيك عند يعني هون عم نستغني عن الجرح. اذا بنشوف جلسه عم نستغني عن وقت، عم نستغني عن وقت، عم نستغني عن وجع كثير، عن وجع، عن تعرض للالتهابات، تعرض للالتهابات، عن توقف عن العمل. هون منطقه الخصر اللي هي منطقه كثير صعبه اوقات لواحد يخسرها بالرجيم والرياضه. شوف صوره ثانيه، منطقه البطن عند الرجال. كم جلسه عم نحكي دكتور؟ عم نحكي جلسه وحده بعد جلسه يعني هيدي هو الصور بجلسه وحده، بس في ناس اوقات بيعوزوا جلسه ثانيه لنفس المنطقه اذا المنطقه كثير كبيره. نعم. او ممكن اذا عنده مثلا البطن واسع بدهم يعوزوا جلسه لتحت وجلسه لفوق. هيدي كثير منيحه للاشخاص اللي حابين يعملوا نوع من البادي سكالبتنج، لانه بنعرف في كثير ناس قد ما عملوا ريجيم، قد ما انتبهوا لنظام الغذائي، بضل في منطقه معينه بجسمه فيها شويه شحوم، وقد ما عملنا سبور بتبقى. فبتصور هيدي بيستفيدوا منها اكثر شيء. في معنى اتصال من مدام مغربي، ممكن ناخذه؟ صباح الخير. صباح الخير. تفضلي مدام. بس انا حابه اسال، انت سالتي السؤال اللي انا كنت بدي اساله، عندي بنفس المنطقه البطن بعمل ريجيم، جسمي كثير مرتب سوري، بس عندي بمنطقه البطن عندي هيك مثل ترهل كثير مزعج يعني. نعم. بس بدي اعرف لاي عمر هيدي العلاج ممكن يساعد، مثلا ست العمر شوي زياده كثير، او انه في عمر محدد ليعمل؟ ما في عمر محدد، المهم انه الجلد تكون بعدها قاسيه وشاده، حتى بس هالدهون تدوب شوي شوي مع الوقت الجلد ترجع تضب على بعضه. اذا في ترهل من قبل العلاج مثل وقت الشفط، اذا في ترهل كثير قبل الشفط من المستحسن انه ينعمل شيء لتنشد الجلد بنفس الوقت او ما بعد العمليه. هالعلاج ما رح ياثر على الترهل. نعم. بشكل ايجابي، لبل ممكن يبين الترهل أكثر. اكثر مثل مع الشفط، لانه صار في اقل دهن تحت الدهن. طبعا يعني بهالحاله بده عمليه او شيء؟ يعني حسب وضع الترهل، اذا ترهل كثير متقدم اكيد العمليه احسن شيء، او اذا ترهل خفيف ممكن بالاجهزه الحديثه اللي عم تشد الجلد ممكن يكون كافي. شكرا لك مدام مغربي. يعني ممكن يستعملوا اكثر من جهاز ليحلوا مشكلتهم، مثلا مثل مدام مغربي ممكن تستعمل الزلتيك لا تدوي بالشحوم اللي عندها، وجهاز اخر حتى تشد البشره، بعرف في اجهزه حسب وضعها ممكن عندها يكون هذا الحل، والا بدها تلجا للجراحه. للجراحه طبعا. إلا ما في وجع. هلا في ناس بيوجعوا باول ما، لانه في السكشن اللي هي عم بتشد حتى تتاكد انه هالتيشوز موضوع ثابتين محلهم، اول دقيقتين او خمس دقائق ممكن يكون في شويه وجع، بس مقبول باغلب الحالات، وبعدين اغلب العلاج بدون وجع ابدا. بس لنوقف العلاج ممكن يكون في وجع شي خمس دقائق 10 دقائق، لانه الجلد عم ترجع تضب على بعضها، وبعدين خلص. مثل ما قلت يعني الناس عم يقدروا يرجعوا يعملوا رياضتهم اذا مش بنفس النهار ثاني نهار. ذكرت قبل شوي دكتور توما انه المشكله الاساسيه ببقيه التقنيات اللي حكينا عنها اللي سببت مشاكل ويمكن ادت لها القرار اللي اخذوه بفرنسا، هو انه اشخاص غير متخصصين عم بيمارسوا او عم بيقوموا بهالعمليات. مين مؤهل انه يستعمل هالجهاز بلبنان؟ هيدا جهاز طبي، ومفروض يعني يكون ينعمل تحت اشراف طبيب مختص بهالموضوع. طبعا من جهاز لاي مركز تجميل او سبا يجيبه، لانه بده اشراف طبي كثير مهم. وقبل ما نقدر نقول انه هالشخص قادر يعمل هالعلاج او مش قادر يعمل، في فحص لازم ينعمل، لازم نتاكد انه ما عندهم اي مشكله مع البرد، لانه طبعا في ناس عندهم حساسيه على البرد، او في ناس عندهم مشاكل بتصير معهم من اثر البرد، في مشاكل ثانيه لازم ننتبه لها. مثل اي علاج طبعا شكله مبين كثير سهل، بس توصلنا لهالسهوله في كثير اشياء ودراسات انعملت لوصلنا لها، وطبعا في كثير تحضير وفي كثير دراسه من قبل يلي عم مشرف على هالعلاج حتى يكون العلاج فعال وامن. ممكن اكيد رح نلاقي نتيجه بعد اول جلسه، ولكن كم جلسه ممكن ناخذ؟ لنفس المنطقه ممكن نعمل جلستين او حتى ثلاثه، اذا المنطقه كثير كبيره، واذا كل مره قدرنا ندوي ب 20 او 30% ساعتها بنقدر نوصل للنتيجه. قد ايه وقت بين جلسه وجلسه؟ بننطر بالقليله 4 اشهر، لانه النتيجه بتضل تتحسن. أوكي. لفتره 4 اشهر، يعني بتنعمل مره وبننطر فتره تنعطي وقت للشحم حتى يذوب بسهوله. كيف بنحدد قد ايه قدرنا نزيل من الشحم؟
في الفحص طبعا نقدر نكمش الدهون ونعملها يعني نقيسها يعني طبعا في دهون هالقد في دهون هالقد بتصير دونك من قيسها في الشكل العام طبعا وفي القياس على يعني طبعا القياس الزنار وهالاشياء في كثير اشياء بنقدر الاشخاص اللي عندهم كثير وزن زايد ما مش مستحب انه يستعمل لا لانه هالاشخاص لازم نبلش لهم برجيم يخسروا وبس يكون عندهم مناطق بعدها شوي مش عم تدوب معهم ساعتها فينا نساعدهم بهالشيء مثل نفس الشيء مثل الشخص هلا العكس كمان اوقات بيصير انه في ناس تيقدروا يفوتوا على الجيم او تيحسوا حالهم احسن ممكن اذا بتعملي لهم مناطق معينه بيرتاحوا هن نفسيا بيتشجعوا مثل هالمنطقه لانه هي المنطقه تبين على النسكم او ما بيقدروا يلسوا نسكم او اسفل البطن بيصيروا بيتحمسوا اكثر يروحوا على الجيم سو في على طول في حالات استثنائيه بس بالاجمال الرجيم قبل عند الناس نعم هل هي مكلفه؟ مكلفه لانه تكنولوجيا كثير غاليه وصاير في موضه مع هالاجهزه يلي كثير فعاله انه بيصيروا مع كل علاج هالشركه يلي بيعتك العلاج عم تدفعك كل مره على استعمال الجهاز لذلك صار في تكلفه منا قليله بس يعني طبعا النتيجه حلوه وتوفير الجراحه كمان على لبعض الناس توفير الوقت كمان له وسعره شو الاصداء لغايه اليوم عندك؟ اصداء كثير منيحه شكرا لك دكتور توما لهالمعلومات القيمة بتأمل يستفيدوا من وجود هالجهاز عندك فيوصلوا لأفضل صلة ممكنة